حسيتك حضرتك الصبح الواد راح المدرسة عادي، وفوجئنا الساعة 10 كده 9:30 اتصل بينا قال لي بابا تعالى طول ده متخانق ولا ايه؟ قال لي لا ده في رصاصة في كتفي. رحنا لقينا الدكاترة عاملين له إشاعة وجايبين الإشاعة الطلقة باينة في الإشاعة، وجبناه هنا مستشفى المقطم التخصصي قال الرصاصة في حتة حساسة مش هنقدر نطلعها له، هو هياخد مضاد حيوي وهنعمل له إشاعة مقطعية على كتفه وبعد كده هيتابع في المستشفى. طب هو المدرسة قالوا لكم ايه؟ المدرسة دفعوا الفلوس العملية 2800 جنيه والوكيل الوزارة جه ومأمور القسم كلمني وسابوه في المستشفى على كده ومشيوا. طب اخر حاجة قالوها لكم يعني العملية دي هل هتعمل له اكيد ولا؟ بيقولوا لسه ما تتعمل إشاعة مقطعية هنكرر. إشاعة مقطعية والرصاصة في جسم الواد. وطالب راح المدرسه يتدرب بالنار. انت كنت واقف هنا على الباب صح؟ انت واقف هنا على الباب النهار كله انا والاستاذ بتاع الام. طب سمعتوا ضرب نار؟ سمعتوا صريخ؟ ما سمعناش اي ضرب. طب هو اتعور فين الطالب ده؟ في كتف. طب انت شفت الجرح بتاعه؟ طيب كان كبير. شفت الاشعه. هم عملوا له اشعه؟ امال ايه؟ في المستشفى بتاع المقطم التخصصي. مستشفى غالي. الاساتذه جامد خدوه وما قبل ما يتصلوا بوالديه خدوه عملوا جرات التامه، ومديره المدرسه والمدرسين خدوه وهاجوا وعملوا جرات التامه.